حبيت النهاردة أشارك معاكم مشترياتي ويبقى فيديو مختلف شوية عن الماسكات. حبيت أشارك معاكم مشتريات كاملة، مش زي ما بعمل مثلا بوريكم مثلا غسول أو منتج لوحده. حبيت أوريكم كل المشتريات اللي جبتها وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديو. طبعا حبيت أوريكم بس حبيت الحاجات اللي جايباها، وطبعا لو أي حد عنده استفسار كالعادة يكتب في الكومنتات وأنا هقوله على طول أي حاجة محتاج يعرفها. طبعا زي ما انا بوريكم كده الحاجات كتير جدا جدا جدا، فانا حبيت ان انا اوريها لكم الاول كلها وبعد كده هناخد جزء جزء قدام الكاميرا، لان زي ما قلت لكم الحاجات كتير فطبعا مش هتكفي كلها انها تيجي قدام الكاميرا. زي ما انتم شايفين السيرامات والزيوت وكمان الديرما، عموما انا الحاجات دي جايباها تظبيطا وزيادة، يعني ان انا هدخل حاجات جديدة في الروتين بتاعي علشان فرحي يقرب ان شاء الله باذن الله. وهشارك معاكم كل حاجة بجيبها في جهازي ايا كانت ميك اب او ملابس ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. علشان كده حبيت اجيب حبة حاجات، وفي حبة حاجات برضو من الميك اب بتاعي خلصت فحبيت اجيب حاجات جديدة، لكن ده مش ده ميك اب الجهاز. ان شاء الله لما اجيب الميك اب بتاع الجهاز بتاعي برضو هنزله لكم في فيديو لوحده. حبيت بقى اوريكم السيرامات وكل حاجة جبتها وايه الروتين الجديد اللي انا همشي عليه، هقول لكم كل دوت ان شاء الله. حتى السيرامات هقول لكم في فيديو كل واحد حاجه لوحدها وبنستخدمه ازاي والايه وسعره وكل حاجه. دلوقتي هنشوف بقى مع بعض انا جبت ايه بالظبط. بص هنبدا اول حاجه بالميك اب. انا زي ما هنا كنت بقول لكم وكنت بقول ان انا جايبه هنا ميك اب في حاجات هكررها لان طلعت تحفه تحفه، وفي حاجات مش هجيبها تاني خالص. اول حاجه كده المورد ده، شايفين المورد دوت من مايت سينما. الممورد دوت انا جبته علشان يبقى طبيعي على البشره. عرفت ان هو المفروض بيبقى لونه من جوه ابيض، ولما بتحطيه على بشرتك اللون بيتحول للي بينك. هوريكم دلوقتي درجته من جوه وهوريكم هو بيبقى عامل ازاي. بصوا هو طبيعي جدا بس للاسف هو ما بيثبتش خالص، يعني انت لو حطيتيه هتلاقيه بعد شويه خلاص اختفى، يعني مش هيثبت الثبات مثلا بتاع التنت. هو مورد كده ممكن تحطيه وانت قاعده في البيت، لو انت نازله ما انصحكيش لان فعلا حقيقي اول لما تنزلي هتلاقي اكنك ما كنتيش حاطه حاجه خالص. فهو خفيف جدا جدا جدا، مورد هو طبيعي زي ما قلت لك ممكن تحطيه في البيت. تاني بقى حاجه جبتها، جبت هايلايتر من بريتي وومن. هو حلو جدا وخفيف شويه، لكن حبيت طبعا بتاع مايت سينما احسن بكتير جدا. لو انتوا بجد بتفكروا تجيبوا هايلايتر فهتجيبوا اللي هو بتاع مايت سينما احسن بكتير. اللون الفضي حقيقي العلبه عندي بقالها كتير جدا، انا قلت اجيب الدرجه ديت اجربها بس حقيقي التاني انا خلاص اعتمدته وكنت مصوره ومنزلاه في فيديو قبل كده، تقدروا تروحوا تشوفوه. وحقيقي من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها ومش هغيرها تاني. انا حبيت اجيب اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وكمان جبت اللون البينك بس بقى جبته كريمي، يعني قلت اجيب كل الدرجات تبقى عندي بس مختلفه. اللون البينك دوت حلو، بس الصراحه زي ما قلت لكم كده احلى هايلايتر استخدمته الفضي بتاع مايت سينما، احسن حاجه حقيقي، هو احلى حاجه استخدمتها وحقيقي مش هغيرها تاني. بالنسبه بقى الهايلايتر هو حلو بس حاساه برده خفيف جدا، يعني يعتبر بيطير، فاحسن واحد اللي انا قلت لكم عليه. بس انا يعتبر كده جبت كل الالوان البينك والذهبي والفضي لان هم دول الوان الهايلايتر. تعالوا بقى، جبت حاجه كده انا شفتها الاول ما كنتش عارفه ايه دوت، لغايه لما عرفت اني دوت عامل زي الورق الصغير كده، هو على شكل دبدوب. المفروض ان انت بتاخدي واحده لو انت بقى رايحه مشوار، او مثلا لو عندك اطفال بيروحوا المدرسه تجيبيه وتديهم منه برضو علشان يغسلوا ايديهم قبل ما يبداوا اكل. بصوا زي ما انتم شايفين كده هو على هيئه كيتي وجميل قوي. انت بتحطيه في ايدك، بتحطي واحده في ايدك وبعد كده بتحطي عليها حبه ميه وتغسلي ايدك، هترجي هي زي الصابون المجفف كده او المناديل اللي احنا كنا بنستخدمها، بس ده احلى بكتير حقيقي، بيرغي وكمان بيخلي لون الايد بينك كده حلو قوي قوي قوي. وانا بجيبه حقيقي ما تخيلتش ان هو هيبقى حلو كده. تعالوا بقى للقمر دي، ايه القمر ده بجد، دي احلى حاجه انا جربتها في حياتي، سمعت عنها كتير جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم انا كده جايباها بتخفيض، انا جايباها ب 290، الماسكارا ديت جايباها ب 290 حقيقي، يعني احلى ماسكارا ممكن تجيبيها في حياتك. دي سيبال 3D، حلوه قوي. شايفين الفرشه بتاعتها، هي المفروض اللي هي فحم، اي ماسكارا اصليه هتبقى فحم، خلينا مقتنعين بالفكره دي، اي ماسكارا هيتقالك عليها اصليه لازم تبقى فحم، لو بلاستيك شك في الموضوع شويه لان الماسكارا عموما الفحم على طول بتبقى اصليه. زي ما انتم شايفين كده سيبال 3D دي تحفه، دي هتتكرر ديت انا مش هستغنى عنها تاني بجد،
من احلى الحاجات اللي استخدمتها. جبت بقى اللي انتوا شايفينه دوت، المفروض ان هو مرطب شفايف وكمان بيدي لون هادي كده، وهو من بريتي وومن. هو حلو وبيدي لون حلو قوي قوي بجد، بس الترطيب بتاعه ضعيف قوي قوي، يعني اللون بتاعه اكنك مش حاطه حاجه، اكن شفايفك لونها بينك طبيعي. بجد حلو قوي، بس في حاجتين مش حلوين، ان هو فعلا ترطيبه ضعيف قوي قوي قوي، وكمان طعمه او ريحته مش قد كده، انك لما تحطيه بيبقى ريحته مش حلوه خالص حقيقي، يعني ديت حاجه ممكن تضايق اصلا الناس، فعلشان كده بيستغنوا عنه. وجبت قلم الكحل ده، انا قلت اجربه بس يعني ما انصحش بيه، يعني انا مش هقول عنه اصلا اي معلومات لاني ما حبيتهوش. الكحل بيسيح، مع ان قلم الكحل ما كانش رخيص والمفروض ان هو اصلي، بس انا ما حبيتهوش خالص. ان شاء الله اقول لكم على انواع تانية انا جبتها احلى منه بكتير برضو، لان انا جبت حاجات بعد الحاجات ديت، بس للاسف الفيديوهات اتكثفت عليا. شايفين بقى دوت المفروض ان هو مورد خدود زي التنت كده، وممكن تحطي منه في شفايفك، بس ما بيثبتش في الشفايف خالص، هو بيثبت على الخدود قوي قوي لكن على الشفايف لا. وعايزه اقولك انك بتحددي درجه لونه بالكميه اللي هتحطيها، يعني لو حطيتي نقطه هيبقى هادي قوي، لو حطيتي زياده شويه هتحسي ان هو رايح للاورنج، للخوخي، الكلام ده. بس هو حلو قوي 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 لو استخدمتيه كبلاش. تعالوا بقى للقمر ده، بجد ده القمر حقيقي، انا بعشق الايلاينر، بس الايلاينر الايام ديت مهما جبت بحس ان هو خفيف، فقلت هجرب واجيب ديب لاينر، وانا كنت بحب الايلاينر اللي هو ام ان، فحسيت ان انا ايه هجيب الديب لاينر دوت اجربه برضو من ام ان، علشان ايه اللي هو لو عجبني اجرب انواع تانية. بس حقيقي ده من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها في حياتي، غامق جدا جدا، السواد بتاعه غامق جدا، وكمان ما بيتمسحش مهما عملتي بقى، وبجد حلو قوي وبيقعد فترة طويلة قوي قوي قوي، وهو من احلى الحاجات اللي استخدمتها. وحقيقي اتلغى الايلاينر بالنسبه لي خلاص، هو بقى ديب لاينر اما ان على طول هجيبه، ودوت بقى من الحاجات الاساسيه. بصوا بقى قلم الروج القمر ده، ايه القلم القمر ده بجد؟ بصوا هتلاقوا ان انا في حاجات عجبتني قوي قوي قوي، وفي حاجات يعني حسيت ان انا يا ريتني ما جبتها، بس ده بجد حاجه تحفه قوي قوي، لو لقيتيه في مكان حقيقي ما تفكريش، انت جيبيه على طول على ضمانتي انا. في منه درجات كتير جدا جدا، وفي المفروض ان هو ناحيتين، ناحيه برونز وناحيه مط. المط ما بيشققش، بيقعد في شفايفك كتير، بتحطيه بجد بيرفكت، تحفه تحفه تحفه. والبرونز بتاعه برضو حلو قوي، بس البرونز بتاعه يمكن ما عجبنيش قوي قد برضو المط. المط بتاعه ايه ده بجد، احلى الحاجات حقيقي اللي استخدمتها، وان شاء الله هجيب بقيه درجاته، لاني انا كنت جايباه اجربه بس حقيقي هجيب بقيه درجاته. كان في كشمير ومبيتي، عموما الالوان كلها كانت موجوده. جبت كمان الكونسيلر دوت من ساندرا، هو مش حلو ومش وحش، يعني هو مش سيء بس مش احسن حاجه، فاهمين؟ يعني انا جبت دوت برضو من ساندرا، ايه القمر ده، بيدي اضاءه تحت عينك كده بنقطتين خفاف يومي، اللي هو اكنك مش حاطه حاجه تحت عينك، لون بشرتك حلو قوي قوي قوي، اكن في اضاءه بس كده تحت عينك، مش اللي هو اوفر قوي، وبرده مش اللي هو خفيف قوي زي اللي انا وريته لكم الاول. فانا لو خيار ما بين دول، لا طبعا اللي انا سبته دلوقتي حالا ده احلى حاجه ممكن تستخدميها. انا كنت بستخدم مايت سينما، الكوفر بتاعه تقيل قوي 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 بس حلو برده قوي قوي، يعني هو انت لو رايحه فرح ممكن تستخدميه. تعالوا هنا بقى بقول لكم على المسكرة التانية اللي انا جبتها من ايسنس، جبت الاخضر الاصلي بتاعها، وسعرهم هما الاثنين كانوا قريبين من بعض. انا هنا كنت بقول لكم لو اختار ما بين ايسنس وسيبال، طبعا سيبال طبعا من غير اي تفكير، حقيقي حلو قوي قوي، اكنك مركبه رموش، اكنك حاطه رموش حرفيا، يعني مش هتحتاجي انك تجيبي رموش، انت لو حطيتيها اكنك حاطه رموش. بتاعه ايسنس حلوه قوي قوي، بس سيبال احلى الصراحه، يعني لو هكرر حاجه من الاثنين هتبقى سيبال. بالنسبه بقى القمر المورد اللي قدامكم ده، مش بيدي لون فوشيا في الشفايف، انت هتحطي طبقه واحده بس على شفايفك، وشوفي اللون الطبيعي اللي هيقعد معاكي اليوم كله، ثابت ثبات السنين، حلو قوي قوي قوي، حتى لو انت هتحطيه بس كده وانت قاعده قمر جدا، يعني لو لقيتيه برده جيبيه. وبالنسبه لهنا كنت بقول لكم انا بكرر